متعودين ان الجلاش يا اما بناكله حلو او باللحمه المفرومه. النهارده هنعمل وصفه جلاش بالجبنه والخضار، حلوه جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنحط جبنه بيضه، فلفل اخضر، فلفل اصفر، طماطم، وهنخلط كل ده مع بعض. هنضيف كمان رشه من النعناع الناشف ونقلب. الزبده اللي انا هدهن بيها الجلاش بس هزودها معلقتين زيت. هنجيب صينيه الفرن وهندهنها بالزبده. هناخد اول طبقه من الجلاش، هندهنها كويس بالزبدة والزيت. دلوقتي هنحط الرق التاني، المرة دي هنتني الطرف التاني. وهندهن تاني زبدة، وهنعمل ده 6 طبقات. دلوقتي هننزل بالحشوة. ودلوقتي هنحط كمان رق من الجلاش. ندهنها. وهنحط الرق اللي بعده. وهندهنه لحد ما نكمل 6 طبقات كمان فوق. ودلوقتي خلصنا كمان الطبقات اللي فوق بتاعة الجلاش، هنبتدي نقطعها قبل ما ندهن اخر وش. دلوقتي هندهن اخر وش. ودلوقتي هنعمل الخليط اللي هنحطه على الوش، عبارة عن 2 بيضة، كوباية من اللبن، رشة من الفلفل الأسود، وشوية من الجبنة الرومي المبشورة، ونخلط كل ده كويس جدا مع بعض. وهننزل باللبن والبيض على وش الجلاش. ودلوقتي الصينية بتاعتنا جاهزة انها تدخل الفرن، فرن متوسط لحد ما وشها يحمر. ودي صينية الجلاش بتاعتنا بالجبنة والخضار، تنفع عشوة خفيفة. جربيها ويا رب تعجبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.